بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هو سفر نشيد الأنشاد من الأسفار اللي بيسموها قدس الأقداس بتاع العهد القديم أو بتاع الكتاب المقدس كله، لأن السفر ده له معزة خاصة جدا في قلوب المؤمنين ومعزة خاصة جدا في قلب الكنيسة بصفة عامة. سفر يعبر عن علاقة الإنسان بالله، العلاقة الروحية، ولكن يستخدم تعبيرات حسية وعاطفية مفعمة جدا، لدرجة ان الموضوع ده اثار تساؤلات واعتراضات كتيرة جدا حول هذا السفر. كاتب السفر طبعا هو سليمان الحكيم، وسليمان الحكيم كتب سفرين، اتعامل مع العالم واتعامل مع الناس وكتب سفر الجامعة، وخلاصته في كلمة واحدة: باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض ريح. وتعامل مع الله ومع الأبدية ومع الحياة الروحية العميقة وكتب سفر نشيد الأنشاد، وخلاصته تقدر بقى كل واحد يختار آية يعتبر هي دي عنوان السفر، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، تعبر عن قد ايه السفر ده عميق ويبين العلاقة القوية بين الله والإنسان. كأن سليمان عايز يقول هتتعامل مع الدنيا، اوعى تدور على نشيد الأنشاد في الدنيا. نشيد الأنشاد مش هتلاقيه غير في علاقتك مع الله. هذا المستوى من الحب وهذا المستوى من الفرح مش ممكن نجده غير في علاقتنا مع الله. كلمة نشيد الأنشاد نشيد الأناشيد كلها، أعظم الأناشيد، زي ما بنقول قدس الأقداس، أو نقول رب الأرباب، أو أستاذ الأساتذة. في أناشيد كتيرة سليمان كتبها، ولكن ده أعظم الأناشيد وأهمها وأشهرها. كان السفر دوت اليهود يقروه في اليوم الثامن لعيد الفصح، اللي يفتكروا حضراتكم لما خدنا الأعياد المرة اللي فاتت، يقعد أسبوع يعيد بعد عيد الفصح. في اليوم الثامن يشير إلى الأبدية، لأن 7 أيام يشيروا إلى الزمن، لما ينتهي الزمن يدخل في اليوم الثامن، اليوم الثامن معناه الأبدية فكان يجوا في اليوم الثامن يقروا السفر ده، إشارة لأن السفر ده نافذ على الأبدية. زي ما في العهد الجديد سفر الرؤية تفتحوا كده شباك على السماء وتقعد تتفرج على جمال السماء، أهو برضو في شباك تاني اسمه نشيد الأنشاد، تفتحه وتتفرج على جمال حفلة عظيمة هتبقى في السماء يوم ما نلتقي ونتحد بالكامل بربنا. كانوا اليهود ما يخلوش اي حد يقرأ السفر ده الا الانسان البالغ في السن، ما يقلش عن 30 سنة، ويكون في علاقته بربنا مشهود له انه انسان ناضج روحيا، عشان يقترب من هذا السفر، لانه له كرامة خاصة وله قدسية خاصة، ومش ممكن يتركوا هذا السفر انه يفهم باي معنى اخر غير المعنى المقصود بيه. عشان كده كانوا يحددوا ان اي حد يقراه لازم يكون عدى سن معين. هو حوار بين نفس البشرية او بين عروس، احيانا تشير للنفس البشرية او الى الكنيسة، وبين العريس اللي هو ربنا يسوع المسيح. وفي بعض الاحيان يتدخل اطراف اخرى في الحوار، ساعات نقول الحرس بتوع المدينة، ساعات بنات اورشليم، ساعات بنو امي، في اطراف تانية كل مرة بتشير ساعات للملائكة، ساعات للقديسين، ساعات لكنيسة العهد القديم. لكن هو كله سفر نبوي مليء بالنبوات المسيانية بتتكلم عن المسيح، فتلاقيه يشير للتجسد ويشير للصليب ويشير للفداء، وكمان يسموه سر سرائري لانه بيشير الى اسرار كثيرة من اسرار الكنيسة. يشير للمعمودية، تلاقوا فيه الميرون، تلاقوا فيه حفلة الوليمة، العرس، الافخارستيا، وتلاقوا فيه التوبة والاعتراف واسرار كثيرة. اهم الاعتراضات على السفر طبعا انه مليء بالاشارات الجسدية، فممكن اي واحد يمسك الكتاب ويفتح السفر ده ويقراه، لو هو مش فاهم ايه علاقة ربنا بينا، ازاي يشبهها ربنا بعلاقة الزوج وزوجته، هيعثر وهيتعب قوي. عشان كده الناس اللي بتعترض بتقول لك معقولة ربنا بتاعكم ده مهما كان يحبكم يشبه نفسه في علاقته بيكم كعلاقة الزوج بزوجته؟
ما لقاش علاقة أحسن من كده، سوري يعني في التعبير، ولا أسمى من كده؟ معقولة ربنا ينزل ويتنازل لهذا المستوى الجسداني؟ اللي يقول كده أول حاجة نقولها له عشان حضرتك ما أنتش عارف علاقة الزوج بزوجته. يقول لك إيه علاقة الزوج بزوجته؟ ما إحنا عارفين علاقة الراجل بالمرأة علاقة جسدية مليئة بالجسديات، والجسد ده نجاسة وعلاقة صعبة جدا يعني. ده واحد طبعا مش فاهم يعني إيه الزيجة عندنا في المسيحية. الزيجة سر، ده الكنيسة ما فيهاش غير 7 أسرار، الزيجة واحد منهم. اللي ينجس جسده ده ينجس جسده مع جسد آخر. لو واحد عايز يعمل خطية يدور على جسد آخر عايز يعمل خطية ويتحد بيه فيبقى نجس نفسه. إنما إذا كان في سر الزيجة هو مفهوم واحد لجسد واحد، لما هما الاتنين بقوا واحد هينجس نفسه إزاي؟ فين الجسد الآخر؟ يتنجس لما يدخل جسد آخر. عشان كده مفيش طلاق غير لما يبقى فيه علة زنا، غير كده مفيش طلاق لأنه جسد واحد. إزاي ينفصل؟ ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان. فالزيجة في المسيحية فكر مقدس جدا وأيقونة غالية قوي عند ربنا. عشان كده ربنا منذ فجر البشرية قال لآدم وحواء الوصية دي، اكسروا واملأوا الأرض، اذهبوا اكسروا واملأوا الأرض. طب يا رب دي مش خطية وتزعلك؟ تزعلني ليه؟ ما أنا اللي خالق الجسد ده وخالق الجسد دي، وأنا مبارك هذه الثمرة، أنا اللي هبارك هذه الثمرة، وتبقى ثمرة البطن عطية منه وتبقى بركة والكنيسة تفرح بيها بعد كده في العهد الجديد. وأول ما الكنيسة تسمع إن في 2 هيتجوزوا تروح تبارك هذا الإكليل، وأول ما يخلفوا الكنيسة ما تستناش لما يجوا يصلوا المعمودية، إنما الكنيسة تسبق وتروح لهم تصلي لهم صلاة الطشت أو صلاة الحميم الأول. بعد كده يكبر الولد دوت في 40 يوم أو 80 يوم للبنت ويجيبوه أهله يعمدوه. وبعد كده لأن جسده مقدس يترشم بالميرون 36 رشم، وجسده ده اللي اداه كله للمسيح وبقى كله بتاع المسيح، المسيح كمان يديله جسده ودمه، يقول له أنت تديني جسدك أنا كمان أديك جسدي، فيتناول في نفس اليوم. وبعدين في أي يوم يمرض أو يتعب الكنيسة تصلي له سر مسحة المرض. فالجسد في فكر الكنيسة وعاء أو أنية للروح القدس، مقدس جدا. أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. لما نتعامل مع السفر بهذا المنطلق مش ممكن نجد أن في التعبيرات الجسدية شيء من النجاسة، أو واحد يقول دي تعبيرات تشير للنجاسة. إذا كان الحب الزيجي هو أقوى العلاقات فالاتحاد الزيجي هو أقوى وأسمى صور الاتحاد. عشان كده ربنا لا يستحي أنه يستخدم تعبيراتنا الجسدية عشان يعبر عن هذا الحب. فساعات تلاقوا ربنا يقول إيه؟ أنا عريس وأنتم العروس. عشان كده يقول مثل بتاع العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، ويجي العريس في نص الليل. وساعات يقول أنا أب وأنتم أبنائي، لا أدعوكم عبيد بل أبناء، أنتم ولادي أصبحتم أبنائي. وساعات يقول أنا أخ بين إخوة كثيرين. كل العلاقات البشرية بكر بين إخوة كثيرين، أخونا أصبح أخ كبير لينا، طبعا بالمعنى إن هو أخذ جسدنا واتحد معانا في الطبيعة بتاعتنا. وساعات يقول مش بس كده، يقول بقى حاجة جريئة جدا، يقول ده أنا أم كما تربي الأم أولادها، كما ترضع المربية أولادها أنا كمان بعولكم. ونسيت الأم رضيعها، أنا لا أنساه. علاقات كل العلاقات البشرية ربنا ما عندوش مانع أنه يشبه نفسه بيه، صديق وصديقه، يقول على يوحنا المعمدان صديق العريس. بس مهم تفهم يعني إيه ربنا بيحبك، عايز يوصلها بكل الطرق وبكل اللغات. النهاردة هيوصلها في صورة الحب الزيجي المقدس جدا ده، حب مقدس وسر مقدس. بولس الرسول لما جه يتكلم عنه قال هذا السر عظيم ولكني أقول من نحو المسيح والكنيسة. يعني زي محبة المسيح للكنيسة هكذا تكون محبة الزوج لعروسته ومحبة العروسة وخضوعها لزوجها. فهو هذا السر في فكر الكنيسة عظيم جدا. عشان كده اللي بيفتكر ان السفر ده جسدي وسفر مليء بالتعبيرات الجسدية يعتبر إنسان مش فاهم أي حاجة عن معنى الزيجة أصلا. ده كده وإحنا لسه على الأرض، ما دخلناش في السماء ولا اتكلمنا عن علاقة الإنسان بربنا. أقسام السفر الحقيقة هو للأسف ما فيش ورق، فاللي عايز يعني ياخد نوتس كده. أقسام السفر ما نقدرش نحط أقسام محددة، يمكن نقدر نحط عناوين بسيطة لكل باراجراف أو كل جزء صغير، لكن لأنه سفر شعري
من الأسفار الشعرية، ولأنه أنشودة حب أو حوار حب بين اتنين صعب جدا تقسمه إلى أقسام وتعنونه وتحط له عناوين. يعني اتنين بيتكلموا مع بعض براحتهم جدا، أنا بحبك جدا يا عروستي يا حبيبتي، أنت جميلة جدا، كل شيء فيك جميل، بعدين يعيد الكلام تاني، ليس فيك عيب لأنك كلك جميلة، لأن أنا بحبك جدا، وهي تقول له أنا بحبك جدا. لو جيت تحط عنوان للحوار ده هتقول إيه؟ هو نشيد واحد، هو حوار واحد، اتنين بيحبوا بعض جدا، فصعب جدا نحط أقسام. مفاتيح السفر اللي عايز يقراه، أولا طبعا يقرأ بروح الصلاة، ويطلب من ربنا إنه يدينا كده ذهن مستنير، إنه يفهم المعاني الروحية اللي في الكلام ده. لكن أيضا حط جنبه كتاب تفسير، علشان نحتاجه قوي إن احنا نفهم إيه معنى التشبيهات اللي موجودة كتير من الطبيعة. ساعات يتكلم عن الأيائل والظباء، ساعات يتكلم عن الجبال، ساعات يتكلم عن الحمام، ساعات يتكلم عن البحار والمية أو يعني السمك، وساعات يتكلم عن الجداء والغزلان والخراف، أو نفهم الأماكن، إيه هي مساكن قدار، إيه هي الجبال اللي مذكور أسمائها، إيه هي لبنان، إيه هي أورشليم، أو نفهم الخامات والألوان، إيه هو الأسمنجوني، وإيه هو العاج، إيه هو الذهب، وإيه هو الفضة، وإيه هو النحاس، التعبيرات دي كلها. فكل كلمة من دول لها تفسير، لها معنى عميق جدا. طبعا لأنه صعب إن احنا ناخد كلمة عن السفر كله من غير ما نتعرض للسفر، احنا ناخد من كل إصحاح، هو 8 إصحاحات، هحاول إن احنا نعدي على كل إصحاح ناخد جزء صغير بطريقة تفسيرية، يعني كمثل علشان نبقى خدنا يعني فكرة عن السفر كله. إنما أستأذن حضراتكم أول إصحاح هناخده بطريقة روحية شوية عشان نفهم الخط الروحي بس الأول، وبعدين نمشي عليه في بقية الإصحاحات. يقول في أول الإصحاح: نشيد الأنشاد الذي لسليمان، ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى. جزء جزء. يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، يمكن دي أشهر الكلمات في السفر لأنها أول الإصحاح وأول الآيات. تلاحظوا في التعبير ده إن الضمير متغير، يقبلني هو، وده ضمير للغائب، بقبلات فمه ده حد مش موجود أو شخص مش موجود، لأن حبك ده ضمير حد حاضر أطيب من الخمر. ولو اديت الجملة دي لأي إنسان بيعرف لغة عربية يقول لك في حاجة غلط، لازم الجملة تبقى فيها ضمير واحد. يعني ليقبلني هو الغائب المحتجب، ده إشارة لله، لأن حبك إشارة لله الظاهر في الجسد. يبقى مرة يشير لله الآب المحتجب الذي لم ينظره أحد قط، لأن حبك أطيب من الخمر. كأن قبلات الله الآب للبشرية هي التجسد، أو كأن تجسد ربنا يسوع المسيح، الكلمة الخارجة من فم الله أو القبلة الخارجة من فم الله، كأنها قبلة على جبين البشرية. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، فكأن الله بيحب العالم جدا، لما جه يقبله خرج الكلمة من فم الله علشان يجي يعلن هذا الحب للعالم. الله لم يره أحد قط، لكن الابن الوحيد الذي في حضن أبيه هو خبر. ليقبلني بقبلات فمه، القبلة إشارة للاتحاد، ولأنها رمز للاحتواء، لما واحد يحب حاجة قوي يبقى عايز ياكلها، لو ما تتاكلش يقبلها، يحب يقبل ابنه مثلا لأن ابنه في نظره حلو قوي، يقول لك يعني عايز اتحد بيه أو عايز احتويه كده، فياخده في حضنه ويقبله. فالقبلة إشارة للاتحاد، فيقول نفسي اتحد بيه ليقبلني، ده تمني اشتياق، ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. في الكنيسة في إشارة للموضوع ده، في طقس الكنيسة حلوة قوي. كنيسة يبقى جوه الهيكل في مكان نسميه حضن الآب. حضن الآب ده نرسم فيه، اللي يدخل كده كنيسة ويقول أنا عايز أشوف حضن الآب عشان عايز أشوف صورة الآب، يدخل يلاقي صورة المسيح، يقول له مش ده حضن الاب؟ نقول اه، بس احنا نرسم الابن في حضن الاب، لان الابن الوحيد الذي في حضن ابيه هو خبر،
الاب لم ينظره احد قط، لكن الابن خبر. ده صورة الله المنظور. تدخل بقى تترمي في حضن المسيح، تسمعه بيهمس في ودنك: من رآني فقد رأى الآب، لأن أنا في الآب والآب فيا. فلو عايز تكتشف حضن الآب، انطلق إلى أحضان المسيح. لا أحد يقدر أن يأتي إلي إن لم يجتذبه الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد أن يعلن له. فاللي عايز يدخل في أعماق الله ويكتشف أسرار الله، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به، إلا هو ده الطريق الرسمي يعني. فعلا نشوف حب الله من خلال التجسد، نشوف حب الله الله الآب من خلال سر التجسد، زي كلمات قداسة البابا في القصيدة اللي كتبها أخيرا دي، يقول فيها: يا إلهي أعمق الحب هواك، يا إلهي لاشتهاء أن أراك، لاشتهاء أن أراك في جمال، في بهاء، في جلال مبهر وسط قوات سماك، أو أرى حسنك في الابن الذي كل شخص قد رآه قد رآك. يعني كل واحد يشوف المسيح يشوف حسن وجمال الله الآب. يقول له: حبك أطيب من الخمر. الخمر ده حلو قوي في نظر الناس، لأنه الخمر إشارة للفرح وإشارة للحب وإشارة لأن الخمر يعني يذهب الوعي أو العقل، فينسي الإنسان ألامه أحزانه وضيقاته. فيقول له ربنا: أنت حبك بقى مش زي الخمر الأرضي، ده حبك أطيب من الخمر، خمرة جديدة، خمرة اللي يسكر بيها مش ينسى الألم، يعيش في الفرح على طول. ويا حبذا هذا النوع من السكر، خمر جديد، يا تسكر بخمر العالم يا تسكر بخمر الله. هو الكتاب يقول كده، يقول: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. كمل الآية بقى: بل امتلئوا بالروح. تقول طب ايه علاقة دي بولس الرسول، يعني ايه علاقة الامتلاء بالروح بعدم السكر يعني؟ يقول لك: ما هي تسكر بخمر العالم يا تمتلئ بالروح، فإنجاز التعبير تسكر بخمر الله. عشان كده أول حاجة عملها المسيح في تجسده إنه قدم للبشرية خمر جديدة، مش عشان يسكروا لكن عشان يستفيقوا من السكر اللي هم فيه، ويجربوا نوع آخر من الفرح. خمر العالم وقتي، يصحى منه الإنسان يكتشف ألامه لسه موجودة وضيقاته لسه موجودة، يكتئب ويتعب. إنما خمر الله بقى تبقى في وسط الأتون، وواعي جدا إن الأتون ما اتطفش ولا حاجة، لكن تبقى بترنم وفرحان. طب ده ايه؟ ده فرحان. طب ده شارب خمر ولا مش شارب؟ شارب، بس خمر جديد ليس مثل الخمر اللي بيقدمها العالم. لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار. رائحة أدهانك الطيبة يعني عطورك الحلو، ما بقرب منك بشتم أنفاسك ورائحتك الحلوة بتعطر أنفي، وحس ان انا متمتع مجرد في وجودي في معيتك، مجرد قعدتي جنبك مفرحاني قوي، زي ما يكون واحد شيك كده قاعد حاطط برفان حلو، اللي جنبه بقى قاعد مبسوط يعني. وبعد عنكم اللي يقعد في المقابر ولا قاعد في حته وحشه يشم ريحه العفن وريحه الموت يقرف، زي الابن الضال اللي ساب بيت ابوه وراح في وسط الخنازير وفي وسط الاماكن المليئه بالروائح الكريهه يتعب جدا. و لما يمتلئ أنفه من الرائحة الصعبة دي يجري تاني يترمي في حضن أبوه، وكأنه بيرجع تاني يملى رئته من الريحة الحلوة العطرة بتاعت أبوه. لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة. ريحتك يا رب حلوة جدا، رائحتك كلها حلوة. وعلى فكرة رب، أنت مش بس ريحتك حلوة، وكل اللي مشي وراك ريحتهم حلوة برضه. وتلاحظوا بعد كده اللي يقرا السفر يلاقيه في مره تانية العريس يقول للعروسه: رائحه ادهانك الطيبه. يبقى كان ربنا بيشتم فينا رائحته، واحنا بنشتم في المسيح رائحه الله. انتم رائحه المسيح الزكيه، في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء رائحه حياه لحياه، ولهؤلاء رائحه موت لموت. انتم رائحه المسيح الزكيه. انا ريحتي ريحه المسيح، ماشي افوح رائحه المسيح العطره. لما بدخل في مكان بعطره بريحة المسيح، إذا كنت دقت ريحة المسيح أو جربتها واشتمتها فعلا، هتعرف إزاي تنقلها إلى كل إنسان. في عدد
أربط الآية دي عدد 3 بعدد 12 في نفس الإصحاح، يقول ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته. يعني الملك ريحته حلوة جدا، واللي يقعد جنب الملك يسكب طيب هو كمان، طيب التوبة، طيب الصلاة، طيب الخدمة، إنما في طيب بيتسكب دايما. طالما الملك في مجلسه يبقى لازم كل نفس تفتح قارورة الطيب الكثير الثمن وتسكبه عند قدميه وهي متهللة جدا، حتى لو النفس دي خاطئة، لكن مجرد انها توجد في حضرة المسيح تسكب طيب فائق الروعة. وفي مثل في القصة بتاعت المرأة الخاطية في بيت سمعان الأبرص، آسف، في بيت سمعان الفريسي، تلاحظوا ان المكان كله عمال يهيص ويضحك وياكل ويتكلموا مع بعض، والاحتفال يعني مزدحم جدا، وفي وسط ده كله الست دي تدخل ما قالتش ولا كلمة، لكن عملت ايه؟ سكبت الطيب. لما فاح ريحة الطيب كل اللي حاضرين انتبهوا، لما ريحة الطيب عبقت المكان كله وسكت الكل، وما سمعوش غير صوت نهنهة الست ديت وبكائها عند أقدام المسيح. هي دي بقى أبلغ الكلمات، والقصة كلها لوقا 7 ما قالتش فيها الست كلها ولا كلمة، لكن لما جت وتلاقت مع رائحة المسيح الطيبة سكبت طيبها. المسيح فهم كل الكلام، فهم القصد كله. ده أسمى أنواع التسبيح، سكب طيب الصلاة. ده اسمه كدهن مهراق. اسمك يا رب لما بننطقه بيعطر أفواهنا، اسمك يعطر الفم. قديس أنبا مكاريوس، مكاريوس كبير، يقول تعبير زي كده، يقول لما كنت صغير كنت أرى الستات يعني في البلد يأكلوا شيء كده، يحطوا حاجة كده في بقهم عشان يعطروا ريحة الفم باستمرار. فيقول المثل دوت على تسبيحة اسم يسوع المسيح، يقول واحنا في الارض عمالين ننطق في اسم المسيح عشان يعطر فمنا باستمرار. ويقول كمان تعبير حلو، يقول زي الام لما تحط ابنها في الارض عشان ما يمدش ايده في الارض وياكل حاجة من الارض، لو هو طفل صغير تديله حاجة ياكل فيها، لقمة، بسكوتة، اي حاجة كده يعضعض فيها يعني. فيقول واحنا في الارض برضو في فمنا باستمرار اسم يسوع المسيح، علشان ايه؟ عشان ما ناكلش من الارض، تفضل دايما في لساننا اسم ربنا يسوع المسيح، اسم غالي جدا. عشان كده الكنيسة تتغنى بالاسم ده كل يوم، يا رب يسوع المسيح، افصلي كل يوم لاسم ربنا يسوع المسيح. لذلك احبتك العذارى. لو واحد بقى بيقول ان الكلام ده بيتقال على علاقة جسدية، ازاي عروسة تقول لعريسها لذلك احبتك العذارى؟ ما تجيش ابدا. انما بالمعنى الروحي هي عايزة تقول له ليهم حق، انا اول مرة ادوقك واجربك واقترب منك، بس بالبلدي كده ليهم حق، ليهم حق اللي حبوك. قديس اغسطينوس قعد سنين امه تقول له يا ابني قرب من المسيح، يقول لها ملوش لازمة، لماذا هذا الاتلاف؟ بتسكوبي الطيب ده كله ليه؟ لماذا هذا الاتلاف؟ ضيع عمرك في الكنايس، ضيع عمرك في الخدمة، مضيع عمرك ومجهودك وطاقتك في صلاة وحاجات وصوم، ملوش لازمة، ملوش لازمة تقرب من ربنا قوي كده، لماذا هذا الاتلاف؟ لكن اللي يقترب من الله يكتشف انه عنده حق، عنده حق. واحد زي ابراهيم يسيب عشيرته واهله وبيته ويخرج ورا ربنا مش عارف هو راح فين، عنده حق، لانه ربنا يستاهل اكتر من كده. عنده حق يعني ايه يربط ابنه على المذبح ويرفع السكين عليه؟ لغاية النهاردة احنا مش فاهمينها، لغاية النهاردة احنا مستصعبينها جدا. يعني ايه يعني؟ يعني ايه واحد يربط ابنه ويرفع السكينة ويقدمه ذبيحة لله؟ مين قال كده؟ ده ضد كل العقل يعني. انما عنده حق لانه حب ربنا جدا. عنده حق موسى، وعنده حق يوسف، وعندها حق العذراء، وعندها حق قديسة دميانة الفتاة اللي عندها 18 سنة، اللي يسكبوا على كفيها الزيت المغلي وهي تقدم حياتها كله للمسيح. عندها حق تقف تقول لابوها كنت اتمنى اسمع خبرك او خبر انتقالك من اني، او استشهادك من اني اسمع انك بتبخر للاوثان. عندها حق قديسة بوتامينا اللي تنزل في الزيت المغلي وتقول بس تطلب طلب واحد انها تنزل بسوبها. ولا قديسة رفقة اللي تقدم ولادها الخمسة على رجليها، ولا الام دولاجي. عندهم حق. لذلك احبتك العذارى، انت حلو قوي يا رب، فعلا حلو، بس اللي يدوقك ويحس بيك، اللي يدوقك ويحس بيك.
ناس كتير تتصور نفضل نكلمهم عن ربنا ما يستجيبوش، ما يستجيبوش غير لما يجي في موقف ويدوق ربنا فعلا، يقول لك ده ربنا ده حلو قوي. تقعد تحكي لواحد عن حاجة أكلة ولا حاجة تتشرب، تعرفش توصفها له، تعرف توصف أكلة ولا حاجة تتشرب تقول له طعمها إيه بالظبط؟ معرفش. يعني لو قعدت توصف لحد مثلا عمره ما داق فاكهة زي المانجا، قول له المانجا دي ينفع تتعمل عصير وينفع تتاكل وينفع، يقول لي يعني من جوه صفرة ومن بره اه دي برتقان، مش برتقان مش عارف اوصف لك، بص دي مانجا اهي كلها بقى، اما ياكلها يقول اه دي حاجة جديدة خالص دقناهاش قبل كده. عشان كده احنا كل رسالتنا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ذوقوا انتوا، انتوا ذوق، نفضل نكلمكم عمركم ما هتقربوا، كلام ما يغيرش، انما ذوق يفهم بقى اغسطينوس عندها حق، دموع امي دي كلها تبكي عليا السنين اللي فاتت عشان اقترب منك، لذلك احبتك العذارى، اجذبني وراءك فنجري. وبرضه هنا الضماير مختلف، اجذبني انا بالمفرد فنجري نحن بالجمع، كانه عايز يقول انا مش عايز اجري لوحدي، انا عايز اجري وكل اخواتي معايا، مش هجري في وحدانيه لكن هجري في شركه. اجذبني انا فاجيب معايا نفوس كتير يدخلنا الى الملك عذارى في اسرها. تصور كده عامل زي الخادم اللي بايده ماسك ولاده وبالايد التانية مددها للمسيح عشان يشده، يقول له انت شدني من ناحية فاجري انا وولادي، ومش هنمشي ده احنا هنجري جري، اجذبني وراءك فنجري. في عروسة تقول لعريسها اجذبني وراءك فنجري انا والعذارى، ما كانتش بتتكلم فعلا ده عريس روحي مش عريس جسدي. ادخلني الملك الى حجاله، حجال هو غرفة النوم بتاعت الملك، يعني اخص خصوصيات الملك، ما يدخلهاش غير عروس الملك او الملكة يعني، انما اي انسان تاني يقعد بره، اي ضيف يقعد في الصالون، لكن صاحب البيت هو اللي يدخل لاوضه النوم. في ابن لما امه تفتح له الاوض البيت يجي من بره تقول له اتفضل اقعد في الصالون؟ في عروسة لما زوجها يفتح لها باب البيت يقول لها اتفضلي في الصالون؟ ولا تدخل الى اعماق حياته وتدخل في غرفة النوم؟ ادخلني الملك الى حجاله، الحجال يرمز الى الاسرار، والاباء يقولوا على حجاله ديت معمودية لانها غرفة الاسرار، هي المكان اللي اتولد فيه، مكان الميلاد. ادخلني الملك الى حجاله. ناس كتير قوي تفضل ان علاقتها بربنا تكون في الصالون، يعني مفيش داعي رب ندخل اكتر من كده، احنا حلوين بنيجي الكنيسة كل اسبوع، يمكن نتناول، يمكن كمان نصلي في البيت، اصوام طبعا هنصوم مش هنقول لا، ومفيش منع نخدم كمان خدمة زيادة، كل ده حلو ربنا قابله فرحان بيه قوي. طيب تيجي بقى تقعد مع المسيح كده في خلوة يومين في مكان؟ لا مش بتاع الكلام من ده. طب تيجي تسيب شكل العالم ويبقى ليك شكل تاني؟ يقول مش عايز الشكل اللي ساعات يسموه المزيد، يقول لك الشكل اللي بتاع الكنايس ده، مش عايزين الشكل ده، انا عايز اقعد بره في الصالون. في مره من المرات حد بيتكلم، يعني شخص كده بنتكلم معاه قال كده بصراحه، انا ما بحبش اتعمق اكتر من كده يا جماعه، ما بحبش التعمق. يقول ربنا بيقول لك تعالى جوه، اتفضل جوه الى الحجال، تقول لا انا مكتفي بكده اقعد في الصالون، مش فاهم مش ضايق. لو داق مره هيعمل ايه؟ ومسكته ولم قرش، هيسيبه ابدا بقى، لانه جميل جدا وحجاله مليء بالاسرار. والروح يكشف كل شيء حتى اعماق الله، حتى حجال الله، اللي يدخل في شركه مع الله بروحه القدوس يدخل الى حجاله الى اعماق الله. ادخلني الملك الى حجاله نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك اكثر من الخمر بالحق يحبونك. انا سوداء وجميله يا بنات اورشليم كخيام قدار كشقق سليمان. انا سوداء وجميله، سوداء بفعل الخطيه، لكن النفس البشريه تقف قدام الشيطان تقول له ايه بس مالكش دعوه، هو برضه بيحبني مبسوط بيا وجميله في عينيه، يعني صحيح عارف قيمه او حقيقه نفسي ان انا لوني اسود بفعل الخطيه شكلي قبيح، لكن الشيء اللي يعزيني اني في نظره وفي عينيه ما زلت جميل. يا بنات اورشليم كخيام قدار كشقق سليمان، يقولوا على خيام قدار دي كانوا بعد ما يسلخوا الذبائح يحطوا الجلود بتاعتها على الخيم علشان تعمل شيء من العازل يعني للحرارة في الصحراء، فاللي يبص على وادي قدار ده من فوق لأنه وادي منخفض يجد ان الخيم كلها
يغطيها اللون الاسود، حتى خيمة الاجتماع كان عليها كده جلود الماعز، فكان يغطيها اللون الاسود. من بره الخيمة مليانة سواد، لكن من جوه شقق سليمان. شقق سليمان بقى في العز والمجد والذهب والقصب والأقمشة والتطريز والزخارف الغالية جدا. حتى الكنيسة يبقى شكلها من بره خيم قدار، لكن من جوه شقق سليمان في البهاء. نظر الناس كتير الكنيسة تقيلة، الكنيسة منفرة، لكن اللي يدخل في أعماق الحياة الكنسية يتمتع بيها يجدها شقق سليمان مليئة بالمجد ومليئة بالكرامة. ده لحن حلو، ودي قرايات جميلة، وده مناسبة كنسية حلوة، وده قديس نمشي وراه نتعلم منه. مليانة مليانة مجد كتير قوي. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني وبني أمي غضبوا علي. ما تبصوش علي يا بنات أورشليم، يا بنات السماء، يا قديسين اللي في السماء، يا ملائكة. أو كأن كنيسة العهد الجديد أو كنيسة الأمم بتقول لكنيسة اليهود: لا تنظرن إلي لكوني سوداء، بنو أمي إخواتي في البشرية غضبوا علي، قالوا علي مرفوضة. اليهود كانوا يقولوا على الأمم كلاب، كلاب يعني ما يعتبرهمش أصلا من الجنس البشري، يعني هم الوحيدين المختارين والباقي كله مرفوضين. بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره. يعني خلوني حارسة لكروم كتير، إنما الكرم بتاعي اتشغلت بأمور كتير وعلاقات كتير وانشغالات كثيرة، ولكن كرمي أنا لم أنطره. الآية دي كانوا بيقولها لنا وإحنا نازلين من إعداد خدام، يقولوها لكل خادم. أوعى تنساها، أوعى تبقى حارس. ناطور يعني جاية من كلمة نادورجي، يعني اللي ياخد باله من السكة. اوعى تبقى حارس على كروم الاخرين وتنسى كرمك، تدخل تلاقيه افسدته الثعالب الصغيره الكثيره المفسده للكروم. انتبه لكرمك انت الاول، بعد كده احرس بقيه الكروم. ساعات يقولوا ان الناطوره ديت بتبقى زي خيال المآتة، يعني عصايه كده وملبسينها هدوم بني ادم عشان تهش بس الطير يعني. فيقول عملوني كده في الغيطان ناطوره، يعني حاجه ملهاش قيمه وملهاش لازمه. اخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة. هنا هي بتتساءل بقى، ولما بتنادي على عريسها مش بتقول له يا فلان، لكن بتقول له كلمة حلوة، بتقول له اخبرني يا من تحبه نفسي. اخبرني دي للاشتياق، ويا من تحبه نفسي بين قد ايه الحب وقد ايه الحالة اللي هي فيها. دي نفس مفعمة بالمشاعر الروحية جدا، واقفة قدام ربنا بتناجيه تقول له عايزة اعرف، اخبرني. ربنا يحب قوي النفس اللي تسأل، أنا عايز أعرف، عايز أشوفك، عايز أتلاقى معاك، أين تمكث يا معلم؟ في ناس راحوا مرة سألوا المسيح كده، قال لهم للثعالب أوكار ولطيور السماء بيوت، لكن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. لكن عجبوا السؤال وذهبوا ومكثوا معاه طول النهار وعرفوا مكانه. أين تمكث؟ أين ترعى؟ السؤال هي سألته ثلاث أجزاء. أول حاجة اخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ فين المكان اللي بترعى فيه خرافك؟ فين الوادي اللي مليء بأنهار الماء الحية؟ فين أماكن الخضرة وماء الراحة اللي في سفر الرب رعية؟ فين؟ أين ترعى؟ فين مكان الرعاية بتاعتك؟ أين مكان الرعاية؟ فين هو مكان الرعاية إلا الكنيسة اللي الله بيرعى فيها خراف؟ وأين تربض؟ والراعي لما يخرج بدري الصبح يرعى خرافه، يجي على الظهر كده تكون الشمس شدت على الساعة 12 الظهر، فيدور على مكان فيه ظلة يقعد فيه الخرفان بتوعه، ويقعد هو تحت شجرة كده يرتاح شوية من حر الشمس. انت بترتاح فين يا رب؟ فين مكانك اللي بترتاح فيه؟ عشان لما الشمس تقرص عليا انا كمان وتحرقني اجي ارتاح جنبك واجي ترمي في حضنك. انت بترتاح فين؟ الساعة 12 الظهر بتبقى فين؟ بتبقى على البير مع السامرية لما تعب من السفر جلس عند البير، لما قعد يرعى طول النهار الساعة 12 بقى والشمس شدت، طب اقعد ريح، يريح عند البير عشان يفتقد السامرية ويخلص النفس دي ويخلص المدينة كلها. ولا بترعى ولا بتربض، بترتاح الساعة 12 على الصليب، تجلس على العرش ده بدل ما ترتاح
على سرير ناعم بعد الآلام اللي شفتها كلها ليلة الصليب من الصبح وانت في محاكمات، تيجي الساعة 12 الظهر ترتاح بقى فتطلع على الصليب ويدقوا المسامير في ايديك عشان ده مكان راحتك. أين تربض عند الظهيرة؟ السؤال اللي بتسأله العروس، لأن الخروف بطبيعته حيوان ما هوش ذكي، يعني الحمار يعرف قنيه والثور معلف صاحبه، يعني الحمار أو الثور لما يتوه يعرف يرجع، إنما الخروف لما يتوه ما يعرفش يرجع، ما يعرفش حاجة خالص، ما يعرفش يعلم السكة عشان يرجع منها. الحاجة الوحيدة اللي يعرفها صوت الراعي، يسمع صوت الراعي: خرافي تسمع صوتي فتعرفني. لكن ممكن يقعد يمقمق ويزعق لغاية ما الراعي يندهله، أول ما يسمع صوت الراعي جاي من بعيد يهدى ويسكت خالص. يجي الراعي يمد إيده بين الأشواك ويخلصه ويحمله على كتفه ويتمتع تاني بالأمان. أين تربض عند الظهيرة؟ طب لماذا أكون مقنعة عند قطعان أصحابك؟ يعني ليه أنا بكون غريبة في وسط الناس تبعك، ناس حبايبك، ليه بكون في وسطيهم كمقنعة لابسة قناع كأن محدش يعرفني؟ امتى المرأة تتقنع؟ لما تكون في وسط ناس غرباء او تكون هي غريبة عنهم تلبس قناع. لماذا اكون مقنعة عند قطعان اصحابك؟ ليه في وسط الناس اللي بتبكي وبتقرع صدورها وبتتوب وبتزرف الدموع اقف انا زي الغريب اللي مش فاهم حاجة؟ ليه في وسط القديسين احس بالغربة؟ ليه ما ادخل في وسط ناس بتوع ربنا شوية احس انه مش جوي او احس ان انا غريب في وسطيهم؟ لماذا اكون مقنعة عند قطعان اصحابك؟ لا، انت مش مقنعة، ده انتوا اهل بيت الله وبقيتوا جوه بيت ربنا، بقيتوا مش غرباء ولا نزلاء بل رعية الله، اهل بيت الله زي ما بولس بيقول في رسالة افس. ان لم تعرفي، هيرد بقى عليها يقول لها: ان لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء، يا من تحبه نفسي، رد عليها يقول لها: ايتها الجميلة بين النساء. يعني في كتير لكن انت في وسطيهم واحدة معينة وحيدة بالاسم، ايتها الجميلة بين النساء، معروفة باسم الكنيسة دي. فاخرجي على اثار الغنم، اخرجي بس ما تقعديش مكانك، اخرجي وامشي على اثار الغنم، اقتفي اثار الغنم هتوصلي لي. طب انا مش عايزة الغنم، انا عايزاك انت، بس امشي على اثار الغنم توصلي لي، اصل الغنم ماشيين ورايا، مش ماشيين ورايا بس، بص ماشيين فيا. علشان ايه هو الطريق غير ربنا يسوع المسيح؟ قال لك العالم سيكون ضيق والطريق صعب وكرب، يا رب طب نعمل ايه؟ قال لك انا معاك، ومش بس معاك، اسمع بقى، انا الطريق نفسه، يعني انت هتمشي فيا انا هبقى محتويك كلك. اخرجي على اثار الغنم، صعب جدا نقبل الكنيسة بدون قديسين، مين اللي يوصلها لنا؟ صعب جدا تقبل الانجيل بدون سنكسار في الكنيسة، لان السنكسار يحكي لنا ازاي نعيش الانجيل ده وازاي في قديسين عاشوه. الكنيسة يبقى شكلها صعب قوي لو الجدران بتاعتها كلها ما عليهاش صور وايقونات القديسين، تبقى كنيسة غريبة. انما كنيستنا كنيسة ولودة مليئة بالقديسين. اخرجي على اثار الغنم، شوف الانبا انطونيوس وراه غنم قد ايه من النفوس كتيره جدا وصلوا للمسيح، لان الانبا انطونيوس وصل للمسيح. شوف القديسه دميانا تقف وراه عذاره قد ايه، كل خادم يقف وراه فصله او وراه النفوس اللي بيخدمها، كل ام تقف وراه اهل بيتها وولادها وجوزها وعيالها لان هي جابت الناس دول للمسيح، كل اب يقف يقدم بيته لله ويقول له: اما انا واهل بيتي فنعبد الرب. خرجي على اثار الغنم ورعي جدائك عند مساكن الرعاة. الجداء رمز للخطية أو المتاعب الروحية، لأن الجدي مش مطيع ومش وديع زي الخروف. ارعي بقى جدائك وخطاياك، الخطايا اللي عندك اللي تعباكي طلعيهم عند مساكن الرعاة. وما هي مساكن الرعاة إلا الكنيسة، ومن هم الرعاة إلا خدام الله وكهنته وكلاء أسراره. نروح عنده نطلع الجداء ونحول هذه الجداء إلى خراف محبوبة. يعني دي فكرة سريعة كده ازاي نتأمل في آيات سفر النشيد. بعد كده على قد الوقت بتاعنا ما يسمح في 10 دقايق او 5 دقايق على قد وقتنا، هناخد آيات من كل إصحاح بس مش نمشي فيها بالطريقة التأملية، ناخدها بطريقة تفسيرية. يعني الإصحاح الثاني
يقول انا نرج الشارون سوسنه الاوديه. ايه نرج الشارون سوسنه الاوديه؟ شارون ده مكان ما بين سهل، ما بين سوريا ومصر، كانت قوافل لما تعدي فيه يعتبر طريق او مسلك، لكن ما كانش يتزرع برغم انه ارض خصبه قوي لانه يعتبر طريق ومعبر يعني. لكن كانت القوافل لما تعدي تجد ان في زهر عطر وحلو قوي بينبت بدون زرع، تتجمع المطر فيه وينبت هذا الزرع لوحده كده، وزرع حلو قوي. فيقول انا نرجس شارون، يعني انا نبت في الارض بدون زرع بشر. مين اللي يتكلم كده؟ السيد المسيح اللي اتولد بدون زرع بشر، سوسنة الأودية. كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. أنا سوسنة الأودية، وبعدين يكمل على طول الجملة، كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. طب هو مين اللي سوسنة؟ أنا سوسنة، ربنا يسوع المسيح، والكنيسة سوسنة، والعذراء سوسنة، وكل نفس بشرية تنفع تكون سوسنة، لأنها اتطبعت وتشبهت بصورة الحبيب بتاعها. كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. التفاح يسقط ثماره كده، تلاقي الشجر كله وعر لكن في شجر التفاح او شجر الوعر ده ما فيهوش ثمر يعني، لكن شجرة التفاح لوحدها تقف وتنبت وتسقط ثمارها كده. فده يقول الاباء انه اشارة للتجسد. يقول ادخلني الى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. ايه هو بيت الخمر؟ كنيسة. بيت الخمر المكان اللي بنصنع فيه وليمة الخمر، وليمة الإفخارستيا. أدخلني إلى بيت الخمر، ده يشير إلى العشاء بتاع الإفخارستيا. وعلم فوق محبة، تلاقي الكنيسة رافعة منارة طويلة عليها صليب، دي علامة المحبة. إذ لنا العلامة العظيمة التي لمحبتك، هي دي العلامة. أول ما أبونا يجي يقول الجزء ده في القداس تلاقوا الشماس واقف قدام المسبح ورفع الصليب، عشان دي العلامة اللي احنا بنرفعها، علامة الحب. علم فوق محبة، كل كنيسة تلاقوها رافعة علم المحب. يقول صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال، قافزا على التلال. حبيبي هو شبيه بالظبي أو بغفر الأيائل، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوسوس من الشبابيك. حبيبي جاي من على جبال الناموس وتلال الوصايا بتاعت العهد القديم، يقترب من كنيسة العهد الجديد، لكن يجد ان في حائط اسمه حائط الخطية، يقف الله من وراه ويقعد ينادينا، يوسوس من وراء الشبابيك او الحائط والحاجز اللي عمله الخطيه، عملته فاصل بيننا وبينه، لغايه ما يجي يوم ينقض الحائط دوت والحجاب ونجد نفسنا امام قدس الاقداس على طول. اصحاح 3 يقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته. العلاقه ابتدت تفطر للاسف، مش هتفضل العلاقة دايما متأججة. واحد لما يسمع الكلام الحلو ده يقول يا ريت واحد يفضل في علاقته كده بربنا على طول، لكن في أوقات بيبقى فيها ups and downs كده. حتى القديسين يعني، حتى الأنبا أنطونيوس يجي له أوقات يشتكي من الضجر أو الزهق، يجي له أوقات يشتكي من الفكر، فبيبقى فيه كبوات كده. فيقول في الليل يعني في الظلمة، الظلمة الروحية، وعلى فراشي في الغفلة الروحية طلبت من تحبه نفسي، بس ما يجيش على سرير الخطايا زي ما بنقول في كل يوم في نصف الليل في صلاة النوم، على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاون. لا، تقعد على السرير وتنادي ربنا ما يجيش، إنما تقف تجاهد وتتعب وتعرق وتعمل مطنيات وتخدم تلاقي ربنا. طلبت فما وجدت، أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق في الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبت فما وجدت. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكت ولم أرخيه. كل مرة بتتعب وبتبعد وتلخبط بعيد عن ربنا، الشيء العجيب إن كل مرة بترجع بتلاقي التوبة جميلة ومفرحة ومبهجة، تلاقي الاتحاد بقى أقوى. فأمسكت ولم أرخيه حتى أدخلت بيت أمي وحجرة من حبلت بي. هي بقى المرة دي اللي دخلته مخدعها والحجال بتاعها. الإصحاح الرابع يقول لها في عدد 8 هلم معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان، كررها مرتين، بيندهها بيدعوها انها تقوم، تعالي من لبنان. لبنان اشاره للمباهج الدنيا والمناظر الحلوه والجميل، الطبيعه الجميله الخلابه. فيقول لها سيبي مجد العالم ومناظر العالم وتعالي معايا،
هلم معي يا عروس من لبنان، هلم معي من لبنان، يكررها مرتين، يعني سيبي العالم، سيبي العالم وتعالي وراي. انظري من رأس أمانة. ايه رأس أمانة؟ جبل اسمه رأس أمانة. جبل ده له قصة، انه سليمان قابل فيه ملك سور صيدا آسف، واتفق معاه وعمل معاه عهد سموه عهد أمانة، ان ملك صيدا او لبنان يعني يقدم لسليمان خشب عشان يبني بيه الهيكل، وسليمان يقدم له القمح عشان يعول بيه الشعب بتاعه، كان يقدم له كل سنة 1000 قر قمح. فاحنا نقدم لربنا خامات تبني الهيكل، وسليمان اشارة للمسيح يقدم لنا قمح او يقدم لنا خبز الحياة او الافخارستيا. فانت بتقدم لربنا الجسديات وتحصد منه السماويات او الروحيات. فيقول تعالي اطلعي من العالم، انظري رأس امانة، اقفي على الكنيسة بصي على وعد الافخارستيا من رأس شنير وحرمون. شنير وحرمون ده مكان واحد، جبل شهر جدا عالي قوي في شرق الاردن. لما جم شعب بني اسرائيل يدخلوا ارض الميعاد، وقفوا على الجبل ده ونظروا وكشفوا ارض الميعاد كلها. فكأنه بيقول للنفس البشرية اطلعي كده، افتحي الشباك بتاعك وبصي على السماء، خلي عندك استنارة وانظري نحو الابدية من خدور الاسود، من جبال النمور القوة الروحية. اطلعي من العالم وقفي على الجبل العهد الافخارستيا وانظري الى السماء، خلي عندك القوة الروحية. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول كده، لنعد من هذه المائدة، مائدة الافخارستية، الافخارستيا اسود تضرم فينا نار الحب الالهي. نرجع اسود، نرعب الشياطين رعب كده. يقول لها قد سبيت قلبي يا اختي العروس، قد سبيت قلبي باحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك. تقف قدام ربنا مش بعينيك الاتنين تصلي، ده بس بنص قلب يعني، او صلوة بسيطة. يقصد يقول مش بنص قلب، اسف، يقصد يقول بكلام بسيط، باحدى عينيك على طول، هو قلبه يدوب حب على طول، بقلادة واحدة من عنقك، بكأس ماء بارد واحد، بعمل بسيط جدا، بخمس خبزات وسمكتين. ايه يعني كأس المية ده يقدم ايه؟ انما في نظر ربنا شيء عظيم قوي. اصحاح 5 يقول انا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. الطل ده بيجي في بداية الليل ويفضل مستمر لغاية الفجر. معنى كده انه فضل واقف من بالليل لغاية الفجر، لما راسه بقت تنقط من الطل بتاع الجو كده، وهو قاعد مستني تخبط على الباب علشان تفتح له العروس من جوه. انما فين على الصبح ترد عليه تقول له قد خلعت ثوبي فكيف البسه، قد غسلت رجلي فكيف اوسخهما. خلاص انا دخلت في نوم عميق، مش ممكن هقوم دلوقتي. خلعت ثوبي يعني انا في حالة عري، وغسلت رجلي يعني مش قادر اجاهد تاني. انا ريحت، علامة غسيل الرجلين علامة الانسان اللي داخل ينام، مش هيجاهد ولا يشتغل ولا يتعب. انا سبت الجهاد وسبت الثوب الحلو اللي كنت البستهولي. لكن لما المسيح يجد النفس البشرية كده متربطة وساقطة قدامه، يصعب عليه قوي، فيمد ايده بس من القوة. يقول فمد يده من القوة فأنت عليه احشائي. مجرد ما شافت ايده داخلة من الشباك، مجرد ما شافت ايده مش بيحاول يفتح ولا حاجة، ولا هيدخل غصب، ولا هيغتصب الباب ويدخل بالعافية، لكن كل الحكاية انه هيبين لها الامه وجراحه اللي موجودة في ايده. هيدخل يدي من القوة بس. اذا دخلت يده من القوة، اذا الانسان تلامس وشاف جروح المسيح، عرف مقدار الحب اللي حبه بيها، صعب جدا يستمر في كسله وفي بعد عن ربنا. فقمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. هقوم أفتح واتمرر واتغصب وأدوق طعم التغصب، لأن أمام هذا الحب لازم أدفع ولو شيء بسيط. إصحاح 6 حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب. نزل ديت على طول الآباء يقولوا عليها تجسد. إلى جنته، جنة واحدة هي كنيسته، إلى خمائل الطيب.
وفي الجنة دي يلاقوا خمائل، والخمائل شجر متشابك جدا، فروع متشابك، صعب جدا تقدر تفرز تقول الفرع ده تبع الشجرة الفلانية لأن الفروع متشابكة جدا. فنزل إلى خمائل الطيب، يعني دخل كنيسته وجد القديسين والمؤمنين كلهم في شركة وفي روح واحدة، كلهم متشابكين مع بعض في محبة. كان زمان الفنان القبطي يعمل حامل الأيقونات من غير مسمار ومن غير نقطة صمغ أو غيرة، يعني يعملوا كله خشب معشق في بعضه، إشارة للشركة اللي بيربطهم بقى حبل سري كده اسمه حبل الروح القدس، حبل الحب، رباط الصلح الكامل اللي احنا بنتكلم عليه كل يوم في صلاة باكر. نزل إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات، يعني نفوس كتيرة والمسيح هيقعد يرعى وينمي فيها، ويجمع السوسن. طب مش هو كان سوسن؟ يقول اه، ما انتوا كمان بقيتوا سوسن. كل صفة تنطبق على العريس ممكن تنطبق على العروس في السفر ده. انا اللي حبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. اصحاح 7، نقول بس برضو اول آية في كل اصحاح كده. ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، ما اجمل رجليك بالنعلين. يعني يقول كده المسيح للعروس بتاعته، انت لابسه في رجليكي نعلين في منتهى الروعه والجمال. ايه هما النعلين دول؟ هما وصايا الكتاب المقدس، لانه بيقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. بولس يقول بقى حزين ارجلكم باستعداد انجيل السلام، يعني يحط الانجيل عند رجله علشان يرفعه عن مستوى العالم. الارض لما اتلعنت بقت بتنبت ليه شوك وحسك، فاللي يمشي فيها يتجرح ويتعور ويتعب. انما لما يبقى لابس وصايا الله، وصايا الله ترفعه عن العالم فما يتبهدلش في العالم. عشان كده ندخل الهيكل والكنيسه نقلع الاحذيه لان مش محتاج فيها، الارض دي بقت مقدسه مش محتاج فيها شوك. ما اجمل نعليك يا بنت الكريم او يا بنت الامير، انت بنت ملك عظيم. يعني اصحاح 8 والاخير بيتكلم كتير عن محبة، ويقول له يا ليتك كأخ لي رادع ثديي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزنونني، وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني، فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. لكن خلاصة الكلام كله في عدد 7، آية حلوة قوي ممكن تحطها كده عنوان للسفر. يقول مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. مياه العالم ومياه الخطية مش ممكن تفصلنا عن الله، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. إنما اللي يطفئ المحبة هو الإنسان نفسه. انت اذكر من اين سقطت واذكر محبتك الاولى. الحاجات اللي بره مش هتخليك تزعل من ربنا، بالعكس زي يمكن تخليك تقرب من ربنا وتمسك في ربنا اكتر. مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. اعمق شيك واحلى شيء في عينيه ربنا هو انك تقف قدامه في حب. الإنسان اللي ما اكتشفش أعمق وأصغر آية في الكتاب المقدس الله محبة هو إنسان غريب عن المسيحية كلها، لأن الآية دي تلخص المسيحية كلها. المسيحية الله محبة، ربنا بيحب الإنسان جدا والإنسان بيحب ربنا جدا. ربنا يدينا نعمة ونتمتع بالمعاني الحلوة في السفر ده. وزي ما قلت لحضراتكم يعني وإحنا بنقرأ يكون جنبنا كتاب تفسير. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.